السلام عليكم الخوت، هذا ميساج لصحاب المحلات خصهم يردوا البال. هذا السيد هذا كي متر راسو بان راه بوليسي، هو عنده هاد اللبسه راه مزوره وراه كيجي ينصب على عباد الله. انا في هاد اللحظه هذه نيت هاد الصباح جا عندي تقدم عندي شي حوايج، وانتم شنو تبعوا معايا شنو وقع بالضبط؟ اي خليني تبغي نهضر في التليفون وغنتلها وغيهز الحوايج وغيخرج وغيركب على الموتور باش يمشي. المهم تبعوا معايا حتى الاخر. هادشي كله اللي درناه غير باش تردوا البال حتى نتوما. ها هو يخرج هنا، ها هو خلاني تليه بالتليفون، ها هو خرج. اللحظه اللي غادي نشوفو مشى غنتبعو باش نشوف فين مشى. وراه لابس غير موتور، عنده موتور بحال ديال ديك الشنوا ديال الفيتاس. انا خرجت تبعو دابا كنجري من موراه. المهم الخوت هنا راه خصكم تردوا البال، راه دا لي السلعه وراه خرج. المهم ردوا البال هنا.